ديربي الحمد لله الحمد لله ديما صحيح قاعد نخدم من ثم شويه شانس زاده لي بتيتر بار ليكسبيريونس نتاعي معناها نعرف كيفاش نحضر للديربي مالغري اللي كنت بعيد 4 شهور على الميادين وكل شيء لعبت شويه ماتش ريانا وشويه ماتش المهديه واليوم نحب نشكر سي حافظ اللي عطى فيا ثقه ومعناها وبدا بيا الدوزيام ميتان نحب نشكره خاطر صعيب ياسر معناها حارس يكون بعيد عن الميادين 4 شهور ويلعب المدرب تدل على ثقة معناها والحمد لله نحب نشكر صحابي الكل معناها اللي يلعبوا سون كالكول معناها ما يخموا في حتى شيء ما كرمال قري الظروف الكل اللي نعرفوها معناها البر إدارية ومالية في الفريق لكن رينا فريق متماسك وموجود على الميدان صحيح يظهر الشخصية متاع الفريق يظهر العباد معناها تلعب للنادي متاعها وتلعب على الإيماج دو مارك متاعها وتلعب على سماها وظهرنا معناها أنكور إن فوا اللي صحيح الأدفرسير متاعنا فيه أسامي كبار ومعناها وميزانية كبيرة وكل شيء لكن احنا أوني أن جروب معناها سوليدير وأن جروب معناها ما جاونا معناها انفي معناها لا في دو جروب بالقدام معناها نعيشوا بالقدام مع بعضنا معناها ما عندناش مشاكل وكل شيء. مكرم عوده للبطوله الوطنيه تو الجوله الثانيه تلعب وثم باش تلعب بطوله عربيه الان وذات ربما تمهيد للعوده للمنتخب الوطني نجم نشوفوك في بطوله افريقيا. والله صحيح اوبجيكتيف من الاوبجيكتيف نتاعي معناها باش نرجع للمنتخب الحمد لله معناها اخر تربص اللي كان في البرازيل معناها بعد نهايه البطوله الموسم الفات كنت موجود ولعبت بالكدا مالوريزمون معناها كانت عندي اصابه بعد شويه على المنتخب لكن في فتره الريدوكاسيون وفتره معناها اللي قاعد وقت اللي رجعت معناها معناها عندي تفكير في المنتخب ان شاء الله نكمل هكا مقابله نجم الرياض الساحلي وان شاء الله نكون معناها من المجموعه اللي باش تشارك في بطوله افريقيا. وضعيتك مع النادي الافريقي باش تجدد العقد باش والله وضعيه فلو شويه معناها نستنى من المسؤولين باش مقدمونكش عرض لتجديد معناها العقد. والله عندي عرض لكن معناها مازلنا ما قعدناش ما حكيناش ثم ظروف معناها كانت ما خلتناش باش نقعدوا لكن يظهر لي انا جيتي توجور على اوتور جي توجور ديفوندو ليماج دو كلوب افريكان جي توجور ايتي بريزون ماذا بيا زاد نستحق كل خير ومعناها وشويه اهتمام معناها بقائد فريق النادي الافريقي ومعناها ومعناها عندي توا 15 سنه في ليكيب سينيور معناها جوست نستنى فيهم باش نقعدوا باش نحكيوا في العقد الجديد ان شاء الله. ان شاء الله.